هناك تغطية وتدخل وإبعاد الكرة مع وجود حالة تسلل في اللقطة الماضية على كريستيانو رونالدو. رونالدو في الأسبوع الماضي تألق، رونالدو بداية الفعل 40 نقطة مع الاتحاد. كريستيانو محاولة مرور رونالدو، تسديد الكرة لكنها مرت خطير، الكرة من جانب صاروخي ماديرا وعدت على يمين حارس المرمى. أخطر محاولة مصراوية وأول بداية في هذه الأمسية الكروية مصراوي في بداية أحداث هذه المباراة. مباراة تبدأ بقوة كبيرة من جانب النصر في هذه الدقائق بالذات مع هذا الضغط مع هذا الهجوم، تمريرة لكنها بعيدة من لويس غوسافو. ثلاثي مهداوي مدرار كاكو، لمسة أمامية يحيى يحاول مرور، يحيى بتسديدة لكنها فردية وكان فيها أناني بعض الشيء في اللقطة الماضية. تسديدة جاءت بعيدة لضربة مرمى، بعيد الكرة. وهذه المباراة البناء لمصلحة ميدران، التغطية أمام أكثر من لاعب وخطأ لمصلحة التعاون. الفارو ميدران يملك إمكانيات كبيرة جدا. كايلا كونان، كونان يحاول يمر، كونان أمام تغطية وبعد ذلك خطأ يحتسب حكم المباراة لمصلحة التعاون. تدخل في اللقطة الماضية وخطأ لمصلحة محمد الغامدي لعلي إهاب، 37 نقطة للنصر. طويل الكرة، محاولة باتجاه غريب، يصل كرة غريب، مر غريب بكرة، الله الله، عبد الرحمن غريب، جول نصراوي، غريب خطفها بروعة كبيرة وأنهاها بشكل جميل، الله على اللقطة، غريب يا عيني غريب. النصر هو بعد ذلك لا زال يحافظ على كرته، ما زال تسديدة والكرة مرت بمحاذاة القائم. حلوة اللقطة الماضية، جميلة لمصلحة علي الحسن بعد تسديدة من خارج المنطقة ومجهود كبير جدا من عبد الرحمن غريب في الكرة الأخيرة النصراوية اللي مرت. محاولة إلى سليمان هزازي بكرة عرضية لكن التغطية من لويس غوسافيا تبقى لمصلحة كونان. محاولة نصراوية بكرة عرضية خطيرة لكن الدفاع تدخل. الخاطئ من جانبي نواف العقيدي، عرضية أخرى خطيرة وكونان يبعدها في اللحظة الأخيرة. حلوة اللقطة الأخيرة، خطيرة جدا لمصلحة التعاون على مرتين، مرة أولى من جانب تاومبا ومرة ثانية كانت خطيرة وقذر، إلا أنه يظهر شخصيته بصراحة وأدائه الجيد على مستوى خط الوسط وانتشاره في مناطق النصر دون أن يركل للخلف ويتراجع بأكبر عدد من اللاعبين، مثل عدد كبير من المباريات اللي شاهدناها للنصر. مر على جهة اليمين، نصر تبويض، مرور جميل بكرة أمامية خطيرة لمصلحة ميدران، لكن